من دار السلام بغدادنا الحبيبة وبساحة الحرية بالكرادة. زين العراق تقولكم كل عام وانتم بألف ألف خير. احنا وياكم بمدينتي ويا أهلنا. زين العراق جوائزها ومسابقاتها أكيد ما راح تخلص، خليكم ويانا. شلونكم ويا الصيام؟ احنا وياكم زين العراق. عندنا جوائز ومسابقات مناسبة الشهر الكريم. إذا جاوبتونا إن شاء الله الجوائز من نصيب. أنتم مستعدين؟ نسأل يعني؟ السلام عليكم. شلون شباب؟ رمضان مبارك عليكم. وياكم زين العراق. عندنا مسابقة حلها بسيط وجوائزنا حلوة. شلونكم بالرياضيات؟ زينين يعني. زينين مالتكم تعبانة مو كل الزينين. يقول لك كيف تحصل على العدد 100 باستخدام الرقم 1 5 مرات. كيف تحصل على العدد 100 باستخدام رقم 1 5 مرات؟ اخويا هنا بين انت ساكت عندك الحل. يمكن 111 ناقص 11 وجابتك صحيحه ونسمع صفقه من يمكن ما يحبوا لك الخير الولد. السلام عليكم. شلون العمام؟ ان شاء الله مرتاحين. رمضانكم مبارك ينعاد عليكم بالخير. علينا وعلى امه محمد اجمعين. سؤال خدمه صباح الخير يا عراق، هي خدمة مميزة تتيح لمشتركين زين العراق الحصول على معلومات مفيدة للغاية مثل درجة الحرارة وحكمة اليوم وأخبار منوعة. للاشتراك أرسل رقم 1 إلى 3710 4710 5710 3710. وإجابتك صحيحة ونتعرف بحضرتك مهندس عز الدين تجيب. كل الهلا أستاذ عز الدين، وربحت ويانا كارت فيت 50,000 دينار عراقي. السلام عليكم. رمضان كريم عليكم إن شاء الله. سؤالك هو الاتصال عليك أكيد أحلى إذا فعلت خدمة سمعني من زين. تفعلها من خلال اتصالك على الرقم 6-06 أو ترسل رسالة إلى الرقم 21-9. الرسالة طبعا تحتوي على كلمة تسجيل لو تفعيل لو تشغيل. جاتك نهاية. مبروك عليك الجائزة، ربحت ويانا كارت بقيمة 50,000 دينار مقدم من شركة زين اتصالات. عندك خط زين؟ ايه. شلون معلوماتك عن العروض والخدمات؟ زين يعني. جيدة ان شاء الله. طيب سؤالك هو اتصال عليك اكيد احلى اذا فعلت خدمة سمعني من زين. حتى تفعلها الخدمة تتصل على الرقم 6-06 او ترسل رسالة إلى الرقم 21-9. داخل الرسالة تكتب كلمة تسجيل لو تفعيل لو تشغيل. تسجيل. جابتك نهاية؟ إن شاء الله. طيب شو عرفت هاي الخدمة بهالشكل تتفعل؟ يعني منا خبر على الشركة يعطون العروض اللي عندنا. مبروك إجابتك صحيحة، ربحت الكارت بقيمة 50,000 دينار مقدم من شركة زين اتصالات. مبروك عليك الجائزة، رمضان كريم. رمضان كريم عليكم وعلى المطمئن. السلام عليكم. شوك عزيزي. وياك شركة زين. أيوة سلام. سؤالك يقول إذا خلص رصيدك الحل موجود مع خدمة خابرني من زين، مجانا أرسل رسالة تحتوي على رقم تريد تخابره إلى الرقم 2010. كم طلب اتصال تقدر ترسل من هذه الخدمة؟ 5 لو 7 لو 10. جواب الثالث 10. جابتك نهاية. مبروك ربحت الجائزة اللي هي كارت بقيمة 50,000 دينار مقدم من شركة زين. تفضل عزيزي. الله يودك مشكورين.